قناة رواياتستان تقدم علامة في السماء، قصة بوليسية لسيدة أدب الجريمة أجاثا كريستي، أداء صوتي أحمد رمضان الجمال. أخذ القاضي يلخص القضية للمحلفين بعد الانتهاء من نظرها بقوله: والآن أيها السادة، أوشكت أن أفرغ مما أريد أن أقوله لكم، فأمامكم الأدلة التي يمكنكم بها أن تعرفوا ما إذا كان هذا المتهم هو القاتل الحقيقي لفيفيان بارنابي. لقد عرفت من أقوال الخدم الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصة، وقد أجمع الرأي على هذا الوقت. وعرفتم أمر الخطاب الذي أرسلته فيفيان بارنابي إلى المتهم في صباح اليوم الذي قتلت فيه، وهو يوم الجمعة 13 من شهر سبتمبر. وقد اعترف المتهم بهذا الخطاب، وعرفتم كيف أنكر المتهم ذهابه إلى منزل مجني عليها في ذلك اليوم في ديرنيج هيل، ولكنه لم يلبث أن اضطر للاعتراف بهذه الزيارة أمام الأدلة التي قدمها البوليس. ولا تقوم هذه القضية على أدلة مادية ملموسة، ومن ثم عليكم أن تصدروا حكمكم على أساس الدافع على القتل والوسائل والفرصة التي أغرت بارتكاب الجريمة. وقد أقام محامي المتهم دفاعه على أساس أن شخصا غريبا دخل غرفة الموسيقى بعد خروج المتهم منها وأطلق الرصاص على فيفيان بارنابي من نفس البندقية التي قال المتهم أنه للمصادفة نسيها ورائه. وقد سمعت من السبب الذي جعل المتهم يستغرق نصف ساعة في العودة إلى بيته، فإذا أبيتم أن تصدقوا أقواله واقتنعتم اقتناعا لا يقبل أدنى شك بأن المتهم أطلق عن عمد وسبق إصرار بندقيته من مسافة قصيرة على رأس فيفيان بارنابي قاصدا قتلها، وذلك في يوم الجمعة 13 من شهر سبتمبر. فإن عليكم أيها السادة أن تصدروا حكمكم بالإدانة، أما إذا خامرتكم شكوك لها ما يبررها فإن واجبكم يقتضي إطلاق سراح المتهم. وأنا الآن أطلب منكم أن تجتمعوا في غرفتكم وأن تتفقوا على الحكم وأن تخبروني به. وغاب المحلفون في غرفتهم نصف ساعة، ثم عادوا وأصدروا الحكم الذي كان كل من في القاعة يتنبأ به، هو إدانة المتهم. وانصرف المستر ساترويد من المحكمة على مضض وهو يفكر في هذا الحكم بوجه مقطب. لو أنها كانت مجرد قضية جريمة قتل من النوع الذي لا يثير اهتمامه عادة لما فكر في الذهاب إلى المحكمة، ولكن هذه القضية التي سميت قضية وايلد كانت تختلف عن مثيلاتها. فالمعروف أن الشاب مارتن وايلد من النوع الذي يمكن أن يقال عنه مهذب أو جنتلمان، وكانت الضحية أو المجني عليها شابة حسناء زوجة السير جورج بارنابي، وهي معروفة في الوسط الراقي. كان يفكر في هذا كله وهو يتجه نحو شارع هولبورن، ومنه إلى شبكة من الشوارع المؤدية إلى حي سوهو. وفي أحد شوارع هذا الحي دخل مطعما صغيرا لا يتردد عليه إلا الطبقة الثرية بسبب ارتفاع أسعار مأكولاته، وكان جو المطعم من الداخل هادئا ساكنا والضوء خافتا كأنه محراب في معبد. أما اسم هذا المطعم فهو أرليكشينو. ومضى ساترويت وهو لا يزال يفكر في طريقه داخل المطعم إلى المائدة التي تعود الجلوس عليها في أحد الأركان، ولكنه فوجئ بوجود شخص آخر جالس إليها، فأراد أن يتراجع، ولكن هذا الشخص استدار إليه فجأة، وإذا بساترويت يقول: ليحفظني الله، إنه المستر كوين. وازداد انفعال المستر ساترويت وهو يرى أمامه هذه الشخصية الخفية العجيبة التي تنقله عند الأحداث الهامة من دور المتفرج على مسرح الحياة إلى دور الممثل فوق هذا المسرح نفسه. وجلس مبتهجا إلى نفس المائدة، وبعد أن أحضر الخدم طلباتهما قال:
لقد جئت فورا من محكمة أولد بيلي، إنها قضية مؤلمة. لقد قرر المحلفون إدانته؟ نعم، بعد نصف ساعة من تبادل الرأي. بناء على الأدلة المقدمة إليهم، أليس كذلك؟ ومع ذلك، ولما تردد ساترويد برهة في إتمام كلامه، أكمله المستر كوين قائلا: ومع ذلك فأنت في جانب المتهم، أليس هذا ما أردت أن تقول؟ أعتقد هذا، فإن مارتن وايلد شاب لطيف وسيم، لا يكاد يخطر ببال أحد أنه يرتكب جريمة كهذه، ومع ذلك فكم من شبان ظرفاء ارتكبوا من الجرائم ما يملأ القلوب بالفزع. والرأي الشائع عنه أنه أراد أن يتخلص من عشيقته لكي يتزوج خطيبته. نعم، ولكن الأدلة. إنني لم أحضر المحاكمة يا مستر ساترويد، كما أنني لا أعرف الكثير عن الحياة الخاصة للمجني عليها ولزوجها وللمتهم، ولكنني أعرف أنك يا مستر ساترويد تعرف الشيء الكثير عن هذه الحياة. هل أخبرتني بما تعرف؟ ومرة أخرى أحس ساترويد بالزهو، وهو يجد نفسه يؤدي دورا رئيسيا في إحدى مسرحيات الحياة، ومن ثم راح يسرد معلوماته عن فيفيان بارنابي، زوجة السير جورج بارنابي الشابة الحسناء، وعن علاقتها السابقة بالشاب مارتن وايلد، وعن خطيبته سيلفيا ديل المقيمة في قرية قريبة تسمى ديرينغ فيل. وقد بدأ حديثه عن الحياة في قصر ديرينغ هيل الذي يمتلكه السير جورج بارنابي، فقال إن هذا الرجل صاحب القصر كان رجلا في خريف العمر، بخيلا موفور الثراء، شديد الفخر بثروته، كثير الاهتمام بالتفاهات، فهو مثلا قد تعود دائما أن يدفع أجور الخدم في صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويملأ ساعات القصر بنفسه ويضبطها بعد ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع، ولا ينسى أن يغلق باب القصر الخارجي بنفسه كل ليلة. إنه رجل حريص دقيق، كثير الاهتمام بالصغائر. وانتقل ساترويت من الحديث عن السير جورج بارنابي إلى الحديث عن زوجته الليدي بارنابي، وهنا كان حديثه أكثر رقة. قال إنه رآها مرة واحدة، ولكنه شعر في هذه المرة أنها على جمالها الفاتن كانت حزينة السمات، غاضبة النفس، ساخطة على حظها في الحياة. هل كانت تكره زوجها؟ نعم، أشد الكراهية. تزوجته قبل أن تعرف شيئا عن مبلغ بخله وتقتيره، وقد ندمت بعد ذلك، ولكنها لم تدري ماذا تفعل، فقد كانت فقيرة لا تملك شيئا إلا ما تظفر به من زوجها، وكان هو حريصا جدا في منحها ما تريد من مال، وكانت هي شديدة الطمع، مشغوفة بطرف الحياة. واستطرد ساترويت يقول: ولم أرى مارتن وايلد قبل المحاكمة، ولكنني سمعت عنه، كان يمتلك مزرعة صغيرة لا تبعد عن قصر ديرينغ هيل غير ميل واحد، والتقت به ذات يوم، أعني الليدي بارنابي، ورأت فيه وسيلة للخلاص من زوجها، فتعلقت به بعنف كما يتعلق الغريق بطوق النجاة. حسنا، لم يكن ثمة غير نهاية واحدة لعلاقة كهذه، ونحن نعرف الآن هذه النهاية. لقد كان هو يحتفظ بخطاباتها إليه، بينما كانت تمزق خطاباته إليها، ومن نصوص خطاباتها فهمنا أن حرارة حبه لها بدأت تهدأ وتبرد في الأسابيع الأخيرة، وقد اعترف هو بذلك قائلا أنه كان خاطبا لفتاة جميلة لطيفة، ابنة طبيب في قرية ديرينغ فيل المجاورة، وقد رأيتها قبل المحكمة شقراء هادئة السمت، رزينة ومخلصة. نعم، كان الإخلاص لمارتن وايلد أهم صفاتها التي لفتت الأنظار إليها. وتوقف ساترويد برها ونظر إلى المستر كوين كأنما يلتمس منه التشجيع ليستمر في حديثه، فلما رآه يبتسم استطرد يقول: لعلك قرأت رسالتها الأخيرة إلي بعد أن نشرتها الصحف، وأنها الرسالة المكتوبة في صباح يوم الجمعة 13 من شهر سبتمبر، وكانت مفعمة بألوان من اللوم والعتاب والتهديدات الخفية،
وقد اختتمتها بقولها: أنني أرجوك وأتضرع إليك أن تأتي الليلة حوالي الساعة 6 مساء، لا سوف أترك الباب الجانبي مفتوحا لك حتى لا يعرف أحد أنك حضرت إلي، ولا سوف أكون في غرفة الموسيقى. وقد أرسلت هذا الخطاب بواسطة أحد الخدم. وتوقف المستر ساترويد برها قبل أن يستطرد قائلا، وعندما قبض عليه أنكر مارتن وايلد في أول الأمر أنه زارها في الموعد المحدد، ولكنه اضطر للاعتراف أمام الأدلة التي عثر عليها رجال البوليس، فقد قال إنه أخذ بندقيته وخرج للرياضة والصيد في الغابات المجاورة، ولكن رجال البوليس قدموا إليه صور بصمات أصابعه على خشب الباب الجانبي وعلى إحدى كأسي الكوكتيل الموجودتين فوق المائدة بغرفة الموسيقى. وهكذا اعترف أنه زار الليدي بارنبي، وكانت زيارة عاصفة تبادل فيها اللوم والاتهامات بالخيانة والغدر. وأخيرا استطاع أن يهدئ ثائرتها، وقد أقسم أنه نسي بندقيته مرتكنة على جدار بالقرب من الباب الخارجي، وأنه ترك الليدي بارنبي على قيد الحياة. وكانت الساعة قد تجاوزت 6:15 بدقيقة أو دقيقتين، ومضى إلى بيته فورا هكذا قال، ولكن الأدلة أثبتت أنه وصل إلى بيته في 7:45. وكما قلت الآن لم تكن المسافة تزيد عن ميل، أي لا تحتاج إلى نصف ساعة لقطعها. أما عن قوله أنه نسي بندقيته فقد أبى أحد أن يصدقه. ومع ذلك فليس في هذا أي غرابة. من وجهة نظري فإن الإنسان عادة يكون في حالة اضطراب نفسي شديد بعد مقابلة عاصفة كالتي حدثت بين الليدي بارنبي ومارتن وايلد، فأية غرابة في أن ينسى أي شيء وهو منصرف بعد مقابلة كهذه في الطريق إلى بيته. وصمت ساترويد برهة أخرى قبل أن يردف قائلا، ولكن المهم ليس هذا، لأن المرحلة التالية من الحادث كانت واضحة، فقد سمع صوت الطلقات النارية في تمام 6:30. سمعه الخدم جميعا، الطاهية ومساعدتها ورئيس الخدم وخادمة القصر والخادمة الخاصة للليدي بارنبي. لقد هرعوا جميعا إلى غرفة الموسيقى، حيث رأوها مكومة على مقعدها جثة هامدة، لأن الطلقات النارية أطلقت عليها من قرب ومن خلف رأسها بحيث نفذت من جمجمتها. ومرة أخرى توقف المستر ساترويت عن الحديث، فقال مستر كوين، لقد أدلى الخدم بشهاداتهم طبعا. نعم، وكانت شهادة كل منهم مطابقة تماما لشهادة الباقين. ألم يشذ أحد عنهم أبدا؟ أعتقد أن خادمة البيت أدلت بشهادتها في التحقيقات الأولية ثم سافرت إلى كندا، فلم تحضر المحاكمة. أها، فهمت. ونظر ساترويد بسرعة إلى وجه كوين، وقد أحس أن في لهجته وهو ينطق بالكلمة الأخيرة معنى خاصا، فقال متحديا، ولماذا لا تسافر؟ وبعد أن هز كتفيه قال المستر كوين، ولماذا سافرت؟ وهنا عاد ساترويت إلى حديثه عن القضية قائلا، لم يكن ثمة شك في من أطلق الرصاص، ولكن الخدم لم يعرفوا كيف يتصرفون بسرعة، إذ أنه لم يكن بالبيت من يتولى إصدار الأمر. وهكذا مرت لحظات قبل أن يفكروا في استدعاء رجال البوليس تليفونيا، ولكنهم وجدوا التليفون معطلا عن العمل. وجدوا التليفون معطلا؟ نعم، لا يدري أحد لماذا، لأن الوفاة كانت سريعة ولم يكن ثمة أمل في إنقاذ المجن عليها باستدعاء الطبيب، فلماذا عطل الجاني التليفون إذا كان العطل مقصودا؟ ولم يكن للمستر كوين شيئا، واستطرد الساترويت يقول، ولم يكن هناك أحد أبدا لا يعتقد تماما أن مارتن وايلد هو الجاني، فباعترافه أثبت أنه غادر القصر بعد دقيقة أو 2 من 6:15 مساء، وقد سمع الخدم الطلقات النارية في 6:30 تماما، ومعنى هذا أنه كان قريبا من البيت
في الدقائق الخمس التي سبقت سماع الخدم للطلقات النارية، فمن الذي أطلق النار غيره؟ لقد ثبت أن السير جورج بارنبي كان يلعب البريدج في بيت صديق يبعد عن بيته ببضعة بيوت، وقد انصرف عن بيت صديقه في تمام السادسة والنصف، حيث التقى به أحد خدمه عند بوابة القصر وأخبره بالنبأ، وليس ثمة أي شك في هذا. أما هنري تومبسون سكرتير السير جورج فقد كان في لندن في ذلك اليوم، وكان مشتركا في اجتماع خاص بشأن بعض الأعمال في الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصات على الليدي بارنبي. وهناك سيلفيا ديبل خطيبة مارتن وايلد، وقد ثبت أنه لا شأن لها بالجريمة لأنها كانت عندئذ في محطة قرية ديرينغفيل تودع صديقة لها. استقلت قطار السادسة وثمانية وعشرين دقيقة الذاهبة إلى لندن، ولم يبق بعد ذلك غير الخدم. ولكن ما هي البواعث التي تدفع أحدهم إلى قتل الليدي بارنبي؟ ومع هذا فقد هرعوا جميعا بلا استثناء إلى غرفة المجني عليها عندما سمعوا الطلقات النارية، وعلى هذا لم يبق هناك أدنى شك في أن مارتن وايلد هو الجاني. ورغم هذا كان صوت المستر ساترويد يدل على أنه غير مقتنع بما يقول. ومرت فترة من الصمت، أخذ الرجلان خلالها يتناولان الطعام وكل منهما مستغرق في تفكيره، وفجأة وضع ساترويد الشوكة والسكين من يديه وقال: كيف يكون الحال إذا ثبت أن هذا الشاب بريء بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه؟ وهز المستر كوين كتفيه وقال ساترويد: ولكن لماذا كما قلت رحلت خادمة القصر إلى كندا؟ يمكنك أن تعرف لماذا يا مستر ساترويد، بل يمكنك أن تعرف أي مكان في كندا أقامت فيه. أعتقد هذا، فلا شك أن رئيس خدم القصر يعرف، أو سكرتير السير جورج. وبعد برهة صمت أردف قائلا في تردد: ولكن ما شأني أنا بهذا كله؟ إن هذا الشاب سيموت على حبل المشنقة بعد ثلاثة أسابيع على الأكثر. أوه، أنا أعرف ماذا تعني. إنك تعني إذا كنت أرتاب في أنه لم يقتل المجني عليها، فمن واجبي أن أبذل كل جهد ممكن لإثبات براءته. ولكن إذا عرفت مكان الخادمة في كندا فإن هذا يقتضي ذهابي إليها. ولماذا لا تذهب؟ إنك رجل موفور الثراء وخال تماما من أعباء الأسرة ومسؤولياتها، وكندا بلاد جميلة جديرة بالسفر إليها لمدة أسبوع أو أكثر. ثم لا تنسى أنك بهذا السفر سوف تنتقل من مقاعد المتفرجين على هذه المأساة إلى قلب المأساة نفسها، فمن يدري، فلعلك تستطيع أن تجد في أقوال هذه الخادمة ما يثبت براءة ذلك الشاب المسكين. وفكر ساترويد برهة ثم قال: وإذا عدت من كندا فأين يمكن أن أجدك؟ ليس لي مقر ثابت في الوقت الحاضر، ولكنني أتردد كثيرا على هذا المطعم، فإذا كنت مترددا عليه مثلي فلا شك أننا سنلتقي حتما. واشتد انفعال المستر ساترويد، وسرعان ما هرع إلى مكتب شركة كوك حيث استفسر عن مواعيد البواخر التي ستبحر إلى كندا، ثم اتصل تليفونيا بقصر السير جورج بارنبي حيث رد عليه رئيس الخدم فقال له: أنا اسمي ساترويد وأتحدث من مكتب توكيلات قضائية، وأحب أن أعرف بعض التفصيلات عن الخادمة الشابة التي كانت تعمل في القصر إلى عهد قريب. أتعني لويزا؟ لويزا بولارد؟ نعم نعم. أخشى يا سيدي أن أعجز عن تقديم أي خدمة لك في هذا الشأن، فقد رحلت إلى كندا منذ ثلاثة أشهر. هل يمكنك أن تذكر لي عنوانها هناك؟ لا أظن. كل ما أعرفه أنها تقيم في منطقة جبلية ذات اسم اسكتلندي. اسم المنطقة بانف. وهي أي لويزا لم تكتب إلينا أو إلى أي أحد رسالة، كما أنها لم تخبرنا بعنوانها الكامل. ووضع ساترويت السماعة بعد أن شكره، وأحس أن روح المغامرة
تزداد عنفا في أعماق نفسه، ومن ثم قرر الذهاب إلى منطقة بانيف. فإذا كانت لويزا هناك فلن يدخر وسعا في البحث عنها والوصول إليها، ولشد ما كانت دهشته حين وجد نفسه يستمتع بالرحلة البحرية إلى كندا. وفي منطقة بانيف عثر بسهولة على محل إقامة لويزا بولارد، وإذ هو يقف أمامها بعد يوم واحد من وصوله إلى المنطقة. كانت امرأة في نحو 35 من عمرها، طويلة القامة، قوية الجسم، تنم عيناها عن البراءة والوفاء وعن شيء من الغباء. وصدقت بسرعة ما قاله عن رغبته في جمع بعض المعلومات الخاصة بمأساة ديرينج هيل، وقد قالت في هذا الشأن: قرأت في الصحف أن الحكم صدر بإدانته، يا للمسكين، إنه لأمر محزن حقا. ورغم أنها كانت واثقة من إدانته أيضا، إلا أنها قالت: كل إنسان معرض لارتكاب جريمة كهذه، وأنا لا أحب التحدث عن الموتى بسوء، ولكنني أعتقد أن الليدي بارنبي هي التي دفعته إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة. لقد أبت أن تتركه وشأنه. حسنا، لقد نال كل منهما عقابه، فهذه شريعة السماء، وكنت أعرف أن شيئا خطيرا سوف يحدث في تلك الليلة، وقد حدث فعلا. وكيف عرفتي؟ كنت في غرفتي بأعلى القصر أغير ملابسي، وحانت مني نظرة خارج النافذة، فرأيت القطار يمر تاركا وراءه سحابة من الدخان ترتفع إلى السماء. وصدقني إذا قلت إن هذه السحابة ظلت تتشكل حتى تكونت منها صورة يد معقوفة الأصابع، كأنها يد القدر تريد أن تبطش بشيء. وأحسست بالخوف وأنا أقول لنفسي: هذه علامة في السماء، لا بد أن شيئا خطيرا سوف يحدث. وفي تلك اللحظة نفسها سمعت الطلقات النارية داخل القصر، فقلت: أوه، لقد حدث الأمر الخطير. واندفعت من غرفتي وانضممت إلى زملاء المجتمعين في القاعة الكبرى، ودخلنا معا إلى غرفة الموسيقى، حيث رأينا الليدي بارنبي مقتولة بطلقات نارية في رأسها، والدماء متناثرة في كل مكان، منظر رهيب. وتحدثت، نعم أخبرت السير جورج بارنبي كيف توقعت حدوث شيء خطير كهذا حين رأيت هذه العلامة في السماء. وظلت تتحدث في موضوعات مختلفة، وساترويت ينصت إليها في صبر ويحاول أن يردها إلى الحديث عن المأساة كلما ابتعدت عنه. وأخيرا أدرك أنه ظفر منها بكل ما يمكن من معلومات، وأن حديثها ينم على الصدق وسلامة الطوية. ولما فكر فيما سمعه منها وجد أنه لم يظفر بشيء له أهمية خاصة، ولكن الشيء الواحد الذي أثار اهتمامه هو ضخامة المرتب الذي جعلها تقبل العمل في كندا والرحيل في أسرع وقت من إنجلترا. لقد ذكرت له أن الذي قام بإجراءات ترحيلها على وجه السرعة مدير مكتب تخديم يدعى المستر وونمان، وهو يقيم في كندا، وقد حذرها من كتابة أي رسالة إلى زميلاتها أو زملائها في إنجلترا حتى لا توقع نفسها في مشكلات مع إدارة الهجرة، وقد تقبلت النصيحة منه بلا تساؤل أو ارتياب. وقرر ساترويت أن يزور ذلك المدعو المستر وونمان، ولم يجد مشقة في العثور عليه أو في تبادل الحديث معه. وقد ذكر له هذا المستر وينمان أنه زار إنجلترا في عام ما، وأن المستر تومبسون سكرتير السير جورج أدى له بعض الخدمات، وقد شاء أن يرد له الجميل عندما كتب إليه المستر تومبسون منذ 3 أشهر يرجو أن يجد عملا في كندا للخادمة لويزا بولارد، وقال له أن السير جورج سيضع بين يديه مبلغا كبيرا من المال ليضيف منه كل أسبوع جزءا على مرتب لويزا، فيصبح مرتبا كبيرا يغريها على البقاء في كندا. وأردف المستر وونمان قائلا وهو يتراخى في مقعده الوثير باسما: إنها المشكلة المعتادة طبعا، علاقة سريعة بين السيد والخادمة، ثم يفيق السيد من نزوته ويسعى إلى ترحيل الخادمة إلى مكان بعيد تجنبا للفضيحة. ولكن ساترويت كان يعرف أن هناك شيئا آخر، شيء أهم وأخطر، وجعل السير جورج بارنبي أو سكرتيره تومبسون يعمل على إبعاد لويزا بولارد من إنجلترا بسرعة. فلماذا؟ وما هو هذا السبب الخطير؟ وعاد إلى إنجلترا وهو يحاول أن يعرف هذا السبب
بالاستدلالات العقلية والتفكير المنطقي، ومضى إلى مطعم أرليكشينو ذات ليلة وهو يشعر أنه عاد من كندا فاشلا، ولم يكن يتوقع أن يلتقي من المرة الأولى بالمستر كوين جالسا كالمعتاد إلى المائدة في ركن القاعة، ولكنه تنهد في ارتياح عندما رآه فجلس قبالته بعد أن تبادل التحية معه، ثم قال وهو يتناول شطيرة زبد: كانت الرحلة فاشلة تماما. عجبا. وهنا حدثه بكل ما سمعه من لويزا بولارد ومن مدير مكتب التخديم المستر وينمان، فلما فرغ قال المستر كوين بهدوء: هل أنت واثق بأنك لم تظفر من لويزا بما تريد من معلومات؟ ماذا تعني؟ حسنا حسنا، لقد رسمت لي صورة سريعة عن الحياة في قصر ديرينج هيل، ولكنك لم تحدثني عن أوصافه من الخارج. لا شيء عن أوصافه يثير الاهتمام، إنه قصر صغير مبني بالآجر، يبدو من الخارج ريفيا ولكنه من الداخل رائع. غرفة نوم مزودة بالماء الساخن والبارد والحمامات الخاصة والسجاجيد الفاخرة وبالأثاثات الرائعة، وهو يقوم في وسط حديقة مساحتها فدانين ولا يبعد عن لندن إلا 19 ميلا فقط. وأنصت قوين في انتباه ثم قال: أعتقد أن مواعيد سير القطارات مضطربة في هذه المنطقة. لا، بل على النقيض، إنها مواعيد مضبوطة بالثانية، هذه حقيقة أنا واثق منها تماما. والقطار الذي يقوم من محطة قرية ديرينجفيل التي بها الميس سيلفيا ديل، هل يمر في طريقه إلى لندن على قصر ديرينج هيل؟ نعم، لماذا؟ تذكر أنك قلت لي إن الميس سيلفيا ديل كانت في وقت الحادث تودع صديقة لها، ركبت قطار الساعة 6:28 الذاهبة إلى لندن. نعم نعم، إن أقوالها هذه ثابتة في محضر القضية. حسنا جدا، ألا تستطيع أن تجد علاقة بين هذه الحقيقة وبين ترحيل لويزا بولارد من البلاد بسرعة عقب وقوع الحادث؟ ماذا تعني؟ ألا يبدو بوضوح أن الذي أمر بترحيلها يخشى أن تتحدث في المحكمة بما تحدثت به إليك؟ أي حديث تعني؟ الحديث عما رأت. وماذا رأت؟ علامة في السماء. وحملق ساترويد في وجه المستر كوين ثم قال: أتؤمن بمثل هذه الأوهام يا مستر كوين؟ ربما، فمن يدري، فلعلها رأت في تلك اللحظة يد العدالة. أوه، ما هذا اللغو، لقد اعترفت بنفسها أنها لم ترى غير سحابة من دخان القطار الذي كان يمر في تلك اللحظة. أي قطار؟ لا شك أنه قطار الساعة 6:28 الذاهب إلى لندن، ولكن إن هذا غير ممكن، لأنها سمعت في تلك اللحظة صوت الطلقات النارية داخل القصر، وقد ثبت بالأدلة أن الطلقات النارية أطلقت في الساعة 6:30 لا 6:30. إذن كيف نفسر هذا التناقض في الأوقات؟ لعله كان قطارا آخر، قطار بضاعة مثلا. لو كان الأمر كما تقول لم اضطر سير جورج أو سكرتيره إلى ترحيل لويزا بمثل هذه السرعة. وحملق ساترويد في وجه المستر كوين مندهشا. هذا بينما استطرد الثاني يقول بهدوء: ها، ما رأيك؟ إنني لازلت في حيرة، إذا كانت الرصاصات أطلقت على المجني عليها في تلك اللحظة التي مر فيها قطار الساعة 6:28، فلماذا أجمع الخدم على أنهم سمعوها في 6:30 تماما؟ لسبب بسيط، هو خطأ في الساعات التي حددت هذا الوقت. جميع الساعات؟ إنني لا أفكر في المصادفة، وإنما في الحادث، وقع في مساء يوم الجمعة، وقد قلت لي إن السير جورج كان حريصا على ملء ساعات القصر بعد ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع. وهنا قال ساترويت في رهبة: وقد أدرك كل شيء، أي أنه أخر جميع الساعات 10 دقائق ثم ذهب ليلعب البريدج، ولا شك أنه قرأ بطريقة ما الرسالة التي أرسلتها زوجته إلى مارتن وايلد في الصباح، فوضع خطة الجريمة بإحكام
وقد غادر بيت صديقه في 6:30، بينما كانت ساعات القصر كلها تعلن 6:30 فقط. ووصل إلى القصر من الباب الجانبي في لحظات، ووجد بندقية مارتن التي نسيها بجوار الباب، فاستعملها في ارتكاب الجريمة، ثم أسرع إلى الغابة وألقى بها، ثم عاد إلى قصره حيث استقبله أحد الخدم، ثم عاد إلى قصره حيث استقبله أحد الخدم بالنبأ: أما التليفون؟ نعم، فقد عطله عمدا حتى لا يستعمله الخدم في تبليغ الجريمة إلى رجال البوليس، لأنه لو تم التبليغ تليفونيا لسجل رجال البوليس الوقت الحقيقي لوقوع الجريمة، أي 6:30 تقريبا. وهذه الحقيقة تؤيد قول مارتن وايلد في قوله أنه وصل إلى بيته في 7:45، لأنه في الحقيقة غادر قصر السير جورج قبل 6:30 بلحظات، لا بعد 6:15 بلحظة أو 2. إنني أرى الآن كل شيء بوضوح. إن لويزا كانت الخطر الوحيد بحديثها عن أوهامها الخرافية وعما رأته من علامات في السماء، فقد كان من المحتمل أن يفطن أحد إلى دلالة مرور القطار في موعده المحدد، وعندئذ تنهار خطة السير جورج من أساسها. مدهش، مدهش جدا. لم يبقى غير شيء واحد الآن، وهو ماذا سنفعل؟ أقترح أن نعرض الأمر على الآنسة سيلفيا ديل، خطيبة مارتن وايلد. فبدا الشك على وجه ساترويد، ثم قال: ولكنها فتاة، ماذا يمكنها أن تفعل؟ إن لها والدا وإخوة يمكنهم اتخاذ الخطوات المناسبة. هذا صحيح. وبعد وقت وجيز كان ساترويد جالسا مع الفتاة سيلفيا ديل يقص عليها الأمر كله دون أن تقاطعه أو تلقي عليه سؤالا، وإنما كانت منتبهة إليه بكل حواسها وتفكيرها. فلما فرغ نهضت قائلة: يجب أن أستقل الآن سيارة مأجورة. لماذا؟ ماذا تنوين أن تفعلي يا بنيتي العزيزة؟ إنني ذاهبة إلى سير جورج بارنبي. هذا مستحيل، هذه خطوة خاطئة جدا، اسمحي لي. وكان يتواثب بجانبها، وقد سمحت له بأن يتحدث إليها بما يريد وبأن يركب معها السيارة المأجورة، ولكنها كانت مصممة على تنفيذ خطتها. فلما توقفت السيارة المأجورة أمام مدخل البناية التي يقع فيها مكتب أعمال السير جورج بارنبي، هبطت منها تاركة ساترويت فيها، ثم عادت بعد نصف ساعة وهي تبدو متعبة مشعثة الشعر، تتراخى خصلات شعرها الذهبي كأزهار ذابلة. واستقبلها ساترويت في قلق، ولكنها قالت له بصوت هامس وهي تتراخى في جلستها وتغمض عينيها: لقد انتصرت. فهتف قائلا: ماذا فعلت؟ ماذا تقولين؟ فاعتدلت في جلستها وقالت: أخبرته أن لويزا بولارد ذهبت إلى رجال البوليس وذكرت قصة العلامة التي رأتها في السماء، وقلت له إن رجال المباحث يقومون بتحرياتهم وقد شوهدوا يتسللون حول قصره ثم يخرجون منه بعد 6:30 بلحظات، وبينت له أن أمره قد انكشف وأن خطته في ارتكاب الجريمة قد انفضحت، وانهارت أعصابه تماما. ولكنني بادرت وذكرت له أنه لا يزال أمامهم 9 من الوقت للهرب، وأن رجال البوليس لن يأتوا للقبض عليه قبل 1 أو 2، وأكدت له أنني إذا حصلت منه على اعتراف مكتوب بأنه قتل فيفيان بارنبي فلن أحول بينه وبين الهرب، أما إذا رفض فسوف أصرخ وأجمع عليه سكان البناية وأجعلهم يمنعونه من الفرار بعد أن أخبرهم بالحقيقة كلها. وقد بلغ الفزع به حدا جعله لا يدري ماذا يفعل أو ماذا يقول، وأنت لا تدري أو لعلك لا تدري ماذا يمكن أن يفعل الفزع بأعصاب أي إنسان. وهكذا كتب الاعتراف ووقعه بإمضائه قبل أن يدرك هول ما فعل، ثم مدت يدها إلى ساترويد بالاعتراف المكتوب وأردفت قائلة: خذه، فأنت تعرف ماذا ينبغي أن تفعل به حتى يطلقوا سراح مارتن. وصاح ساترويد وهو لا يكاد يصدق عينيه: عجبا،
إنه وقعه بإمضائه حقا. لا عجب في هذا، فإن القاتل عادة يكون محدود الذكاء رغم ما قد يبدو من إحكام خطته. والشخص المحدود الذكاء إذا اضطرب وارتبك فإنه يخطئ في تصرفاته ثم يندم بعد ذلك. ولما رآها ترتعد قال لها: إنك في حاجة إلى كأس شراب لتهدئي من روعك، إنني أعرف مطعما جميلا يمكننا أن نجلس فيه قليلا، إنه مطعم أرليكشينو، هل تعرفين؟ فهزت رأسها وأوقف ساترويت السيارة المأجورة أمام المطعم، ثم دخله مع الفتاة وهو يتمنى أن يجد المستر كوين في مكانه، ولكن المقعد كان خاليا منه. وقالت سيلفيا حين رأت أمارات الاستياء تبدو على وجهه: ماذا حدث؟ لا شيء، كنت أتوقع أن ألتقي بصديق هنا، ولكن لا بأس، فلا شك أني سأراه مرة أخرى ذات يوم. تمت بحمد الله.